السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلاحظ أنه هنا أيضا الـ instance في عندنا أيضا default running no running no. خلنا نعمل double click نذهب للstatus. أوكي هي بتشتغل. أوكي running هنا أنا. بس هنا عندنا disable. أوكي ممكن تعملها disable. anyway حتى أفعل OSPF أحتاج من أحتاج أنه أعرف النتورك. أنا هستغل صداقة أربيل مع سليمانية بنفس الانترنت اللي بياخذها. إذن حعرف هذا النتورك بالكامل لأنه إحنا لو راجعت ألاحظ أنه في عندهم عامل مشترك اللي هو 103.168.0 صح؟ هنا 102 هنا 203. خلونا نعرفها هذا كأول شيء. طبعا حنعرفها في النتوركس في OSPF النتوركس. أوكي في النتوركس حضع هذا الرينج. طبعا ما راح يقبله لأنه هذا لازم أعمله صفر. أوكي بهذا الشكل 103.168.0.024. نضغط على أوكي. ننتقل للطرف الثاني networks this one. نعرف هذا backbone اللي area. okay. نضغط OK. لاحظ تعرف عندنا الطرفين. هذا أول شيء. طبعا أحب أنبه أن الconfiguration مالتي هنا 210 13 1 0 على 28 وهنا على 24. okay. بس هذا عندي مختلف 28. ما تفرق ممكن تستخدم اي شيء اخر. انا استخدمت 28 فلا تحس انه فد شيء له علاقه بالموضوع. لا انا اختاريت 24 28 هيك يعني. فنجي ننتقل للمرحله الثانيه. في المرحله الثانيه انا احتاج اعرف هذا النتورك ايضا في الاو اس بي اف. اذا اخذ هذا النتورك اعرفه هون وهذا ايضا اعمله صفر فيكون 210 13 1 0 على 28 باك بون ايضا اعمله اوكي. انتقل للطرف الثاني. في الطرف الثاني احتاج انه هذا ايضا استنسخه OSPF best. هذا ايضا 103.168.0.24. خلينا نعمل اوكي. بهيك حاله صار عندي هذه النتوركات متعرفه في OSPF. هذا النتوركات ايضا متعرفه ب OSPF. خلينا نعمل تيست بينج وهنا ايضا بينج وهنا this one. جميل. اوكي هنا انا احتاج اعمل بينج لمن؟ اعمل بينج ل 103.168.10 صح؟ اذا 192.168.10.0 ليس 0 وانما حاملها للنتورك الداخلي صح؟ 10.10. خلونا نشوف اذا كان يسمح انه يعمل بينج ل 10.10. ستارت. اها ممتاز 0 ملي سكند. ممتاز 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 ممتاز. قبل سابقا كان يطلع تايم اوت ريكويست صح يا شباب؟ تايم اوت ريكويست. لكن الان ممتاز 100% ممتاز. ستوب. ننتقل للطرف الثاني. خلينا نشوف الطرف الثاني اذا كان يدعم هذا الشيء. الاي بي هون 210.13.1.10. خلونا نعمل بينج. اها 0 ملي سكند. ممتاز ممتاز ممتاز. اذا بهيك حاله احنا نجحنا انه نعمل اقصر طريق لانتقال الباكيتس. ستوب. اقصر طريق لانتقال الباكيتس من راوتر من اللوكال من هذا الجانب الى هذا الجانب وبالعكس من هذا الجانب الى هذا الجانب. وممكن تعملها وان واي على فكره انه تعمل ديزيبل لاحدهم. اوكي هذا لو وقفته انت حتكون وان واي. في حاله اذا انت حبيت تعملها وان واي لكن انا عملت لك اياها تو واي حتى لا احد يسال كيف انت عملت التو واي. انا عملت لك التو واي انت حر تعملها وان واي تو واي براحتك انت. اتس اب تو يو. اذا بهيك حاله قدرنا نعرف فكره الاو اس بي اف. لكن الدرس القادم انتبه حيكون متشعب اكثر وحيكون اعمق اكثر. حنعمل او اس بي اف بس بطريقه دايف متعمقه جدا جدا. اذا لهنا احنا راح نوقف حتى نكمل الدرس القادم. مع السلامه.